السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن يوم الجمعة أمس اللي هو 9 من محرم، وكان يوم بالنسبة لي الحمد لله جميل لكن صعب جدا جدا جدا. كنت صايم واستيقظت متأخر شوية، يعني قبل الشروق بحوالي 1:15، وصليت الفجر انا واهلي، وبعدين كان عندي ورد القرآن خلصته، وانا دايما كل يوم يكون عندي ورد للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة دخلت علي بنتي وقلت لها عندها ميعاد الساعة 7 ولازم نخرج، وقالت لها اجيب تاكسي، قلت لها انا هوصلك انا. فنسيت حتى ان انا اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خالص خالص. خرجت يوم الجمعة ده معاها ورحت الميعاد بتاعها، ورجعت البيت الساعة 9 او بعد 9، كنت منهك جدا جدا جدا، فنمت حتى ونسيت ان انا اصلي اي صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. وكان عندي صحيت من النوم، وكان عندي ميعاد في البنك علشان احد الحسابات المؤسسة انا رئيسها، فروحت البنك وكنت متأخر شوية، وتأخرت في البنك عشان الامضاءات الى اخره. كان نيتي ان اروح اصلي في المركز الاسلامي في برمنغهام. وخلصت اللقاء تقريبا على الساعة 12، وكان المفروض الخطبة الجمعة الاولانية الساعة 1. فقلت اما اروح اخد العربية بتاعتي من موقف العربيات واطلع بسرعة عشان الصلاة الاولى. اروح موقف العربيات ادور على العربية مش لاقيها. دايما في العادة بتاعتي ان انا بحط بنزل الدور تحت الارضي نمرة 2 كل مرة، قعدت الف في الدور تحت الارضي نمرة 2 ده يمين شمال فوق تحت، وازمر استعمل الريموت اللي في ايدي مفيش فايدة. ورحت كلمت واحدة كده شغالة تحت، قالت لي يمكن يكون هو في الايه في الدور ناقص واحد اللي فوق. طلعت ناقص واحد لقيت الايه العربية هناك، وطبعا من تسرعي كنت سايب الشباك مفتوح، ولكن الحمد لله الايه الموقف العربيات كان امن. خدت العربية وطلعت اجري بسرعة اروح على فين، على الجامع. ادي اول ايه، رحت الجامع لقيت الكار بارك او اللي هو الموقف العربيات مقفول، وقالوا لي ايه تيجي بعد كده بربع ساعة او تلت ساعة عشان الصلاة التانية بتاعت الساعة 2:15. يهديكم يرضيكم مفيش فايدة. طيب رحت قعدت الف في البلد بالعربية يمين وشمال، ورجعت مرة تانية للشباب اللي هناك برضك قولي لا لسه الناس خارجين دلوقتي، فانت ارجع عندنا بعد 5 دقايق. فطبعا كنت متضايق جدا، الحمد لله لقيت مكان قدام على الرصيف قدام المسجد، وانا داخل كده لقيتهم بيدخلوا عربية مرسيدس السوداء. فكان من سوء خلقي او اخلاقي ان انا قلت لهم لا مش معنى ما دخلتنيش ودخلتوا الشخص ده، او ده جاي عشان عنده جنازة طبعا. فيعني كان ردي اللي هو حركة جسمي ما كانش كويسة معاهم يعني. دخلت اصلي في الصلاة التانية، وكانت دي طمة اكبر من الطمة من كل الطمات الكبرى اللي انا قلت لكم عليها دي كلها. كان الكلام ده بقى بيتكلم عن يوم عاشورة هو العاشر من محرم وكذا وكذا. الرجل لم يتكلم عن كيف ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى وبني اسرائيل وكل القصه الجميله كلها، ودخل في القصه الخلافيه بتاعت مقتل الحسين عليه السلام ويزيد عمل ايه. لقيت انا قاعد حتى وهو بيتكلم بالاردو متضايق قوي قوي يعني. يا ربنا يا اخوانا كلمونا عن شيء يعني ما يجيبش الالام دي مره تانية. عليه السلام الحسين استشهد، يعني ندعي له وهو من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن احنا نتكلم عن المعجزة بتاعت سيدنا موسى وعبور البحر والحاجات الجميلة دي اللي بتثبت السنة عندنا. الحكاية دي كلها انا قلتها ليه في ال4 دقايق و5 دقايق دول، علشان اقول ان انا نسيت اقول الورد بتاع الصلاة والسلام عليك يا سيدنا صلى الله عليه وسلم. فتهت في الكار بارك، وكذلك رحت متأخر في المسجد من حيث الصلاة الأولى، وكذلك دوبك حيث الصلاة الثانية. بعدين اتكلمت يعني بشعور كده مع الشاب اللي هو اللي كان واقف بيحرس
الكار بارك بتاع الجامعة. وبعد ما كده ختمت منها سمعت الخطبة دي اللي أنا خرجت منها مستاء جدا جدا جدا. الشيء الجميل فقط في اليوم ده بعد كل هذا إن أنا وأنا خارج الخطبة رحت للشاب الصغير أعتذر له يعني بخفية كده وأقول له يعني أرجوك إنك تقبل اعتذاري. أرجوك تقبل اعتذاري. فالحمد لله أنا ختمتها بكده. لكن تذكروا إن الصلاة صلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نور في القلوب ونور في الحياة ونور في البصيرة ونور في البصر إن شاء الله. ودي كانت كرامة عدم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اللي لابد فيها أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.